السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين ندينا ضوء وعايز ابدأ اعمل تحليل ليه. وليكن مثلا هبدأ ارسم الشكل بتاعي اهوت. هو بيبدأ يرسم لي شكل المثلث. طيب ادي هو مصدر الضوء بتاعي اهوت. طيب هبدأ اعلم على الشكل دوت وهقول له الشكل دوت عبارة عن الماتيريال بتاعه ازاز مثلا جلاسز، فيبدأ يوريني الحاجة هتبقى موجودة ازاي. هبدأ اعمل لها مثلا روتيت بالشكل دوت وابدأ اشوف الضوء هيحصل له ايه. طيب لو الضوء ده مثلا غيرناه وخليناه مثلا اللون بتاعه ابيض، فيبدأ يعمل لي التحليل بتاع لون الطيف بالشكل دوت. طيب لو انا رسمت هنا مثلا شكل دائري بالشكل دوت، وطبعا ده هخليه برضو زجاج الماتيريال جلاسز اهو. طيب دلوقتي ممكن اجي هنا في الكومبوننت واقول له مثلا ان انا عايز عدسة بالشكل دوت. ممكن اقول له طب انا عايزها ليزر الري، خطوط ليزر هتمشي بالشكل دوت. ممكن اقول له ده انا عايزها بشكل ميرور وابدا احط المرايه دي عشان تعكس كل حاجه بالشكل دوت. طبعا ممكن تحط اكتر من مرايه زي ما انت عايز. تمام ممكن تختار مثلا شكل زي دوت. فتقدر تعمل دراسه للضوء بشكل سهل ومبسط واي طفل او اي حد يقدر يفهمه.